إلا ولا ما قله. حرام، سامي طيب كتير، ما عمل لي شي. خليه يتعذب. يلا يا حبيبي جاهز علشان المدرسة؟ مش عايزة اروح المدرسة. ليه يا حبيبي؟ انا معرفش حد في المدرسة دي، ما عنديش صحاب ومحدش هيحبني. يا سلام، هو في حد في الدنيا ممكن يشوف كرم وما يحبهوش؟ ده انت زي القمر. وبعدين انا اتعرفت على ولد معانا هنا في العمارة وقعد تحكي له كتير قوي 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 عنك. هو قال ان هو عايز يتعرف عليك، وتعرف كمان هو معاك في نفس المدرسة، فانا اتفقت بقى معاه ان انت تروح معاه وتيجي معاه. اوكي، هو مصري زينا؟ لا، هو مش مصري زينا، بس بيحب المصريين قوي، ولد زي العسل زيك بالظبط. يلا بقى وريني الضحكه الحلوه. حبيبي يلا، حبيبي يلا يلا. هو احنا نبقى اصحاب؟ طبعا هتبقوا اصحاب قوي قوي قوي. هو اسمه ايه؟ اسمه قصي. يلا بقى عشان هو مستنيك تحت. خلي بالك من نفسك، ما تتشقاش، ولو الميس ما فهمتش منها حاجة تقول لها عدي لي تاني، ما تتكسفش. اوكي يلا حبيبي. ما رحتلهاش على فكرة. عارفة ليه؟ عشان مش أنا الراجل اللي يتسحب من سريره ومن ورا مراته عشان يروح يعمل حاجة. مش أنا. وخصوصا لو كنت ما بعملش حاجة غلط أساسا. أنا استنيتك لما تصحي وبعد كده هروح. صحيتي؟ دلوقتي هقدر أروح. آه، لو حابة تيجي معايا تعالي. على فكرة أنا بتكلم بجد.